طيب حجازي، حجازي بيعود للبريمير ليج مره تانية مع ويست بروم، واصبح واحد من الـ من الـ من الكابتنز الحقيقيين بتوع النادي، بيتخطى ال 100 مباراه. وحجازي يعني عايز اعرف رايك فيه، لان انا بشوف ان هو مسيره فيها كفاح كبير جدا جدا. صح، يعني حجازي يمكن لما راح ايطاليا حظه كان وحش جدا، جاله اتنين صليبي مع فيورنتينا، ما لحقش يلعب كتير، رجع مصر خلاص بتبقى خلاص يعني الدنيا خلص، يعني خلاص رجعت مصر ورجع الاهلي، فالدنيا خلاص بيس يعني، وقعد في نادي كبير، فبالتالي مش هيلعب، مش عايز يروح تاني يعمل تشالنج، يعني انه يروح تاني انجلترا ويشتغل في نادي على البريمير ليج وينزل معاهم ويستنى ويرجع تاني. انا بشوف ان مصاب بصابه طويله السنه دي، ورجع لعب، ورجع لعب اساسي، وعجبني جدا فكره لما قلت لك الحلقه اللي فاتت انه حطوه كابتن في ماتش. مش سهل انك تبقى كابتن في فرقه انجليزيه، يعني اكيد انت ادرى مني يعني. هو بيليتش بيحبه، بيليتش بيحبه، بس خلي بالك بيليتش لسه جاي برضه، مش مش وبيليتش كمان سيستمه ان لازم الكابتن يبقى سنتر باك، لان هو كان تعرف هو كان كابتن يعني. لا بس فكره ان انت تبقى كابتن، انا بشوفها في انجلترا دي صعبه، ومحمدي على فكره برضه خدها مره ومرتين برضه، بس انا قصدي على فكره ان هو ما بقالوش كتير في انجلترا، يعني يمكن ثالث سنه لحجازي اعتقد. صح؟ ثلاث سنة. هو قعد سنة ونزل سنة وقعدوا سنتين تحت وطالعين يعني. فلا حجازي لعيب كويس جدا جدا، والسيستمه بيمشي مع الدوري الانجليزي. انا فاكر اول سنة حتى، فاكر لما لعب في البريمير ليج اميدو، الماتش اللي كان جامد قوي في ماتش ليفربول لما لعب على صلاح لو تفتكر، عمل ماتش 1 في 1 كان واقف، عمل ماتش كويس جدا، وكان من احسن الماتشات اللي عملها حجازي. حجازي قدراته بيشتغلها كويس، كور العالية، التغطية، بيبتدي الهجمة كويس، التحامات بتاعته كويسة، يمكن السرعات بحكمه، ومش هو بس، كل العالم الناس اللي تبقى كبيره كده وطويله وجسمها كبير بيبقى السرعه عنده قليله شويه، لكن هو دايما بيشتغل على نفسه بصراحه كويس ومجتهد جدا. وبعدين صوته واطي، عمرك ما تشوف حجازي عمل مشكله، ان كان هنا او في الاهلي او في الاسماعيلي، يعني دايما بيلعب، عايز يلعب منتخب مصر، عمرك تشوف فيه مشكله لحجازي او اتكلم مثلا او قال لك انا بلعب في انجلترا، رغم ان هو عنده كاركتر على فكره. انا زمايلي كلهم عنده كاركتر في الملعب، الناس بتحبه، الناس بتحبه ومحترم وكلمته مسموعه، بس قصدي من الناس اللي هي واضح انها مريحه، ملوش مشاكل، عمر ما سمعت ان في مشكله لحجازي لا في منتخب ولا في نادي ولا بيتكلم، الراجل بصراحه باصص لشغله بشكل كويس بالظبط، ما شاء الله واخدك صح، مثال اعلى. عارف انت، انت عارف انت لو انت كنت كده لميدو كان زمانك طلعت في القمر بومنج والله العظيم. انت مشكلتك ان انت كنت بتتخانق مع مدربين كتير.